ورح نبلش بأولى محطاتنا اليومية لليوم، ورح نحكي عن الطب وتحديدا موضوع عن ارتفاع ضغط العين اللي هو من الأمراض العضوية اللي بتصيب العين وممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فقدان البصر. لنتعرف على معلومات أكثر ونعرف تفاصيل بيصيرنا يكون معنا الدكتور باسل فعوري اختصاصي طب عيون. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباحكم نور أنتم كل متابعينا الكرام. يسعد صباحك. لما نقول الأمراض تتعلق بالعين كلياتنا بنخاف لأنه بنعرف حساسية الموضوع بالنسبة للنظر لكل الناس، بس لما نقول ارتفاع ضغط العين خلينا نعرفه بشكل أبسط للناس، لأنه أحيانا بتسمع حدا بيقولك ارتفع ضغط عيني، بتشوف عينه محمرة مع أنه أنا ما عندي ضغط، في دائما هيك اختلاف بالآراء ووجهات النظر حول هذا الموضوع. مرض ارتفاع ضغط العين الحقيقة هو من الأمراض الهامة اللي بتصيب العين نظرا لتأثيره على الرؤية. صحيح. اسم المرض إذا بدنا نسميه هو مرض الزرق أو الجلوكوما، يعني اسمه باللغة اللاتينية مرض الجلوكوما، والحقيقة له أنواع مختلفة، يعني مو كل المرضى اللي عندهم جلوكوما أو ارتفاع بضغط العين هن عندهم نفس المرض، له أنواع متعددة منه الزرق مفتوح الزاوية. خطورة المرض الزرق المفتوح الزاوية أنه أعراضه صامتة، يعني المريض ما بيحس على حاله، بكون المرض قد أصاب العين بالمراحل المبكرة والمتوسطة بدون أن يشعر المريض بأي أعراض. ليوصل لمرحلة متقدمة من المرض ببلش يحس أنه هو صار في عنده تضيق بمجال الرؤية وضعف بالرؤية، بكون المريض وصل لمرحلة متقدمة من المرض. هذا اسمه الزرق مفتوح الزاوية. في نوع ثاني من الزرق أو ارتفاع ضغط العين اسمه الزرق مغلق الزاوية، هذا عادة بيجي بشكل هجمات حادة، هون بحس المريض أكثر لأنه بتيجي ارتفاع مفاجئ بضغط العين بيسبب ألم بالعين، تشوش بالرؤية، صداع مع احمرار بالعين مثل ما ذكرنا. حقيقة هذا النمط توارده أقل، يعني إذا بدنا نقسمهم لا، المفتوح الزاوية اللي هو المرض الصامت هو الأكثر انتشاراً، بينما مغلق الزاوية أو الحاد هو الأقل انتشاراً. ومن هون بتكون الأهمية لأنه نكتشف هذا المرض باكراً للمعالجة لسببين. السبب الأول مثل ما قلنا أنه نعتبر مرض الزرق أو الجلوكوما اللي هو ارتفاع ضغط العين ثاني أهم سبب للعمل غير العكوس بالعالم. نقصد بالعمل غير العكوس يعني إذا حدث فقدان رؤية فنحن ما بنقدر نرجع النظر مرة تانية للأسف، لأنه بكون انأذى العصب البصري، والعصب البصري بهالحالة لا يمكن أن يتجدد أو نعيد فعاليته ضمن الإمكانيات الطبية المتاحة حاليا. إن شاء الله بالمستقبل بيكون في أمل لأنه نعالج هاي الحالات. فلذلك الكشف الدوري والفحص الدوري والكشف المبكر لهذا المرض بيساعدنا على أنه نوقف المرض عند حده ونمنع من تفاقم الحالة. نعم دكتور، بس بدي استفسر من حضرتك استفسار. حضرتك عم تقول أنه ضغط العين اللي هو النوع الأول اللي قلت عنه الأكثر شيوعا، طيب خلينا نعرف مشاهدينا اليوم، كنت عم تقول أنه الأعراض ما بتظهر بشكل واضح للمريض، ممكن يوصل لمرحلة متفاقمة بعدين لا يعرف أنه هو عم بيعاني من هذا الشيء. طيب مين الشخص اللي لازم دائما يروح يفحص؟ هل هو بيصيب كل الأعمار بنفس الفرصة أم مثلا مرضى معينين؟ مثلا نعرف عنه أو الرائج أنه أمراض العين بتكتر عند الأشخاص اللي عندهم أمراض بالقلب أو سكري، فخلينا نحكي مين الأكثر تعرضا وإيمت لازم تكون كل كشف يروح عليه. هاي النقطة المهمة بهذا الموضوع، أنه نعرف مين هن الأشخاص المؤهبين للإصابة بهذا المرض اللي مسميهم المرضى عليه الخطورة. تماما. بالزرق المفتوح الزاوية كل ما تقدم الإنسان بالعمر بتصير عنده احتمال أكثر للإصابة بالمرض، فكل شخص فوق 40 لازم دائما يعمل فحص دوري ويقيس ضغط العين ولو مرة كل سنة. الأشخاص المصابين مثل ما قلنا بمرض السكري بيكون عندهم احتمال للإصابة بهذا المرض أكثر من غيرهم. الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية لمرض الزرق كمان ممكن يكون في توارد أكثر للحالة عندهم، وبالتالي هن يعرفوا أنه هن في عندهم قصة عائلية ولازم يفحصوا بشكل مستمر. الأشخاص اللي عندهم قصة استخدام أطرات بشكل مزمن للعين يعني لفترات طويلة، خاصة الأطرات اللي فيها كورتيزون، هي ممكن تسبب ارتفاع بضغط العين كأحد يعني الأثار الجانبية لهي الأطرات، هدول الأشخاص كمان لازم يفحصوا عيونهم. الأشخاص اللي عندهم قصة رض على العين يعني ولو قصة قديمة تعرض لرض على العين، هذا لازم كل فترة يفحص عينه لأنه ممكن الرض يأهب لارتفاع بضغط العين. الأشخاص اللي أجروا عمليات جراحية على عيونهم كمان ممكن يكون ارتفاع ضغط العين أحد العقابيل الثانوية لأي جراحة سابقة على العين،
مثل عمليات الشبكية أو عمليات القرنية وما إلى هنالك. هؤلاء الأشخاص أيضا لازم يراقبوا ضغط العين عندهم بشكل مستمر. فهدول الأشخاص لما نحن بنعرف أنه صنفناه لهذا المريض أنه هو من المرضى عالي الخطورة لازم يفحصوه بشكل دوري لحتى إذا ارتفع عندهم ضغط العين نكتشف الموضوع مبكرا قبل ما نوصل لمرحلة متقدمة. طبعا في عنا نوع تاني من المرضى اللي بنصابوا بضغط العين نسميهم الأطفال حديثي الولادة. ممكن في فئة من الأطفال بيخلقوا عندهم هذا المرض، نادر يعني تقريبا نسبته 1 لـ10,000 من كل طفل، لكن وارد هذا الموضوع. سبب شو يكون؟ ممكن يكون سبب وراثي وممكن ما يكون له علاقة بالوراثة، يعني حالة منفصلة بدون أي قصة عائلية. بس هدول الأطفال بيكون أعراضهم واضحة عادة، بتكون في كبر بحجم العين، بيكون في تغيم بلون القرنية، بيكون في عندهم دماع غير طبيعي، تشنج بالأجفان، ما بيتحملوا الضوء. ممكن طبيب الأطفال أول ما يخلق الطفل يلاحظ أنه في شيء بالعين، أو الأهل ينتبهوا أنه في عين أكبر من عين، أو لون العين عم يختلف، لمعان العين عم يختلف. هدول حالة خاصة من مرضى ارتفاع ضغط العين نسميهم الزرق الخلقي أو الولادي. هدول لهم وضع خاص، أعراضهم عادة مرئية. هدول بسرعة لازم نحولهم لطبيب العيون لأنه الجراحة ضرورية لعندهم بأسرع وقت ممكن. لأنه إذا بدنا نحكي على العلاجات عند هؤلاء المرضى عندنا طيف واسع من العلاج، لكن عند هؤلاء الأطفال بتكون الجراحة ضرورية بأسرع وقت ممكن. إذا بدنا نحكي على العلاج للمرضى التانيين، لأنه حكينا عن المرضى المؤهبين للإصابة، العلاج لضغط العين عادة يكون بضبط ضغط العين، يعني في حدود طبيعية للضغط، لازم يكون الضغط ضمنها، ما لازم يتجاوز هاي الأرقام، لأنه إذا تجاوز الضغط هاي الأرقام بيؤدي لتفاقم هذا المرض وتسريع إصابة العصب البصري. فكل ما ضبطنا الضغط أكثر ورجعناه للقيم الطبيعية، كل ما حافظنا على العصب البصري أكثر وبطأنا من تطور هذا المرض. العلاج بينقسم لعلاجات بسيطة بالأطرات العينية اللي ممكن يستخدمها المريض، لعلاجات ممكن نلجأها بالليزر لحتى نساعد على ضبط ضغط العين، وممكن نوصل للعلاج بالجراحة عند بعض المرضى يلي بيكون العلاج الدوائي غير مجدي عندهم، أو صار بدهم شيء أكثر من الأدوية لحتى نضبط لهم ضغط العين، أو هن بفئات عمرية نوعا ما صغيرة، يعني الشباب إذا انصابوا بهذا المرض أو اللي عمرهم لسه بمقتبل العمر، هدول كمان يمكن يكون الجراحة أفضل لألون من أنهم يستخدموا أطرات طول عمرهم. لأنه هذا المرض إذا شخصناه فلازم نعالج طول العمر، يعني مو فترة أسبوع أو شهر أو شهرين المريض بده يمل من الأطرة وما يعود يستخدمها، لا، بده يلتزم بالعلاج طول العمر. فإذا كان صعب عليه أنه يتقيد بالعلاج أو ما عنده قدرة أنه يأخذ الأطرات بمواعيد المحددة، قد تكون العلاجات الليزرية أو الجراحية هي أنسب لعند هدول المرضى لحتى نضبط لهم ضغط العين. طيب دكتور، حكينا عن أنواع ارتفاع ضغط العين وقلت من أهم يمكن طرق العلاج هي ضبط ضغط العين. خلينا نحكي، في كتير ناس مثلا بتعصب، بتلاقيها بتتوتر، بتشوف عيونها بتحمر، يعني بتشوف عرق عينها هيك دغري نفر وصار أحمر تضرب على عينه. هون نحن عم نحكي عن أحد أنواع فينا نقول مرض ضغط العين، كيف بيتم العلاج؟ يعني لما نقول أنا فيني أضبطه من خلال الأدوية أو كذا، بتلاقي في ناس وكمان الستريس فينا نقول والتعصيب كمان بيأثر بضغط العين. هلأ لنكون منصفين حقيقة، ضغط العين أول شيء مستقل عن ضغط الجسم، يعني الضغط الشرياني ما هو مرتبط بضغط العين بشكل مباشر. ونفس الشيء موضوع التعصيب أو الحالة النفسية ما أنا مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع ضغط العين. هدول اللي بتحمر عينهم عند التعصيب أو عند حالة ستريس هي حالة تهيج نتيجة يعني توسع الأوعية الدموية بالملتحمة. يعني بزيد عدد نبضات القلب، بيرتفع الضغط الشرياني عندهم، فلما يرتفع الضغط الشرياني عندهم ممكن تتوسع الأوعية ضمن الملتحمة وبتحمر، بس مو بالضرورة أنه يكون ارتفع ضغط العين عندهم. يعني مش مؤشر، لا، ما رح نعتبره هذا مؤشر على ارتفاع ضغط العين، لأنه ارتفاع ضغط العين ما بيبين معنا إلا بالقياس. يعني يجي المريض يفوت على عيادة الدكتور ونقيس ضغط العين بالأجهزة المناسبة لقياس ضغط العين ونعرف إذا الضغط مرتفع أو لا. احمرار العين مو علامة. الضغط السليم للعين شو هو؟ يعني لما نقول تعدى هذا الرقم أو كان أقل، هون بنحس فيه مشكلة. هلأ عادة ضغط العين الطبيعي يتراوح بين 10 لـ18 أو 20 خاصة عند الصغار. كل ما تقدم الإنسان بالعمر بيرتفع الضغط الطبيعي أكثر، يعني مريض
بعمر الأربعين بنقبل الضغط عنده لحد 18-19. مريض اللي بعمر الخمسين بنقبل الضغط عنده لحد 21-22. مريض بعمر الستين أو السبعين بنقبل الضغط عنده لحد 23. طبعاً إذا استثنينا العوامل الخطورة الثانية الموجودة عنده. فضغط العين بحد ذاته كرقم عادةً بين 10 لا خلينا نقول 23-24 ممكن يكون هذا رقم طبيعي، لكن بيختلف بين مريض ومريض. يعني في مريض رقم 24 بنعتبره مرتفع لازم ننزله، وفي مريض بنعتبر رقم 16 مرتفع ولازم نعالجه. هون صرنا بموضوع شوي دخلنا بعمق تخصص يعني ضغط العين او مرض الجلوكوما، لانه كل مريض مصاب بضغط العين له شيء اسمه تارجت بريشر، يعني ضغط هدف لازم ما يتجاوزه، وبنحدده حسب درجه اصابه العصب البصري، حسب القوه البصريه عند المريض، وشيء بنسميه الساحه البصريه، ويعني سماكه الياف العصب البصري، كل هاي عوامل بنجريها للمريض. يعني هي فحوصات بنعملها لاي مريض تشخص عنده ضغط العين او مرض الجلوكوما لحتى نشوف هو باي مرحله من مراحل المرض وشو عوامل الخطوره اللي عنده وقد ايه لازم ننزله ضغط العين. مريض لازم يكون اجريسيف كثير، ننزله ضغط العين كثير للحدود الدنيا للعشرة للإدعش، ومريض بنحس انه لا اموره منيحه ممكن ضغط 16-18 يكون مقبول بالنسبه له. فهذا يعني خلينا نتركه لنسميه الخطه العلاجيه لما بنشخص المرض. انما بشكل عام ضغط العين الطبيعي مثل ما انا بتراوح بين العشرة فينا نقول لحد 20 أو 22 بنعتبره هذا رقم طبيعي إذا ما في إصابة تانية. طيب دكتور خلينا نحكي عن المضاعفات أو التداخلات. يعني في كتير أشخاص ممكن ما يكون عندهم ضغط عين لكن يكون عندهم مثلا نسمع عنه هو مرض شائع جدا اللي هو المي الزرقاء، بيكون هو خاضع لعملية للعيون مركب مثل ما بيقولوا عدسة بالقرنية وما إلى ذلك. هل ممكن أنه هو يكون أكثر عرضة للإصابة فيما بعد بضغط العين؟ وبنعرف أنه هذا المرض الأشياء عند كبار السن مثل ما حكينا واللي عندهم عوامل خطورة كثيرة مثل مرضى السكري، هل ممكن يتم التداخل؟ شو مضاعفات المرض بشكل عام؟ صحيح، المي الزرقاء أو المي البيضاء في ناس بيسموها اللي هي الكاتراكت أو الساد هو مرض بصيب بلورة العين مع تقدم بالعمر كمان، وهذا شيء طبيعي بصير عند كل الناس بوقت من الأوقات. وهو مرض نعتبره سليم لأنه بمجرد سحبنا المي البيضاء وزرعنا عدسة داخل العين برجع المريض بيتحسن نظره، لكن كونها جراحة يعني كون عرضنا العين لجراحة صارت أيضا عين مؤهبة لارتفاع ضغط العين لعدة أسباب. قد يكون العمل الجراحي نفسه مؤهب لارتفاع ضغط العين، قد تكون الأطرات اللي بنعطيها للمريض بعد الجراحة لأنه هذا المريض بده يحتاج أطرات على الأقل بين أسبوعين لشهر بيناتها أطرات كورتيزون، قد يكون المريض بيتحسس للكورتيزون وبيرتفع ضغط العين عنده فكمان لازم نراقب له ضغط العين. فنقطة كتير مهمة أنه أي مريض بيتعرض لجراحة المي البيضاء أو المي الزرقاء أو زرع عدسة داخل العين أنه طبيبه ينتبه لضغط العين ويراقب له ضغط العين حتى تصحيح العيون. مثلا في ناس بيعملوا ليزك اللي هو تصحيح كل مريض النظر بيعمل كمان تصحيح ممكن يكون معرض بسببه. مريض تصحيح البصر أو مريض اللي بدنا نعمله ليزك ضروري طبيبه قبل العملية يقيس له ضغط العين ليطمن أو يعرف شو ضغط العين عنده. في عامل هون يعني مهم عند مرضى اللي بنعملهم تصحيح البصر انه نحن عمليه تصحيح البصر بنجريها على قرنيه العين، فمنخفف من سماكه القرنيه. لما بنخفف من سماكه القرنيه عاده بصير في عندنا ترقق بالقرنيه وبالتالي ارقام الضغط اللي بتطلع عنا مو هي الارقام الحقيقيه، فلازم الطبيب يكون عارفان شو كان الضغط عند المريض قبل ما يعملوا العمليه مشان بالمستقبل اذا صار في عندنا اي شك بانه هذا المريض صار عنده جلوكوما او ارتفاع بضغط العين نكون عارفانين قد ايه الضغط كان عنده قبل العمليه ونشوف سماكه القرنيه قد ايه كانت قبل العمليه وقد ايه صارت بعد العمليه. هذول المرضى بحد ذات عملية الليزك مانا خطيرة أو مانا عامل مؤهب لارتفاع ضغط العين، ممكن المي البيضاء، المي البيضاء اسم عملية انترا أوكيولار يعني بنفوت لقلب العين وبنعمل العملية داخلي. بينما الليزك هي اكسترا أوكيولار يعني على سطح العين ما بنفوت لقلب العين يعني فهون كتأثير على ضغط العين أقل، لكن ممكن الأطرات كمان لأنه كمان هذا المرض مرضى بنستخدموا أطرات بنعطيهم أطرات كورتيزون. ننتبه أي مريض نعطيه أطرات كورتيزون لازم نراقب له ضغط العين. في مرضى فورا بيرتفع ضغط العين عندهم يعني فرط حساسيه للكورتيزون وفي مرضى على الاستخدام المزمن يعني بعد اسبوعين او ثلاثه او شهر من استخدام الكورتيزون ممكن يرتفع ضغط العين عندهم. فبالحالتين اي مريض نعطيه اطراد كورتيزون لاي تداخل جراحي على العين لازم نراقب له ضغط العين. طيب دكتور حكيت ببدايه حديثك انه فينا نقول اعراض ضغط العين بالبدايه هي صامته، شو التاثيرات يعني المراحل لما انا اوصل لمرحله متقدمه شو اللي ممكن اخسره بالعين من خلال ارتفاع ضغط العين؟
لما بيرتفع ضغط العين بتأثر العصب البصري. العصب البصري هو بتلقى الألياف من كل مناطق الشبكية وبتتجمع هالألياف ضمن العصب البصري. فالعصب البصري بيحوي تقريباً 1 مليون لـ1.1 مليون لويف، يعني مثل الكبل الكهربائي اللي ضمنه فيه يعني أسلاك ناعمة. فهي بتنقل الإشارات من كل مناطق الشبكية للعصب البصري. لما بيرتفع ضغط العين بينضغط العصب وبتبلش هاي الألياف تتموت بالتدريج. فبتتأثر الرؤية المحيطية بالبداية. فالرؤية المحيطية يعني من الجوانب هي بتبلش تتأثر وتنأذى. المريض بالمركز بيكون عم بيشوف، فلذلك ما بينتبه على حاله إنه الرؤية المحيطية بلشت عم تتأثر عنده. لا تتضيق الرؤية عنده وتوصل لمنطقة قريبة من المركز، بصير بيعرف إنه هو ما عم يشوف من الجوانب. ساعتها بصير مدرك إنه هو فعلاً الرؤية عنده مو سليمة، هو بالنص تماماً عم بيشوف لكن على اليمين وعلى اليسار ما عم بيشوف. فبتضيق الساحة البصرية عنده. من هون بيعرف المريض إنه هو في شيء عنده مو طبيعي. بس أنا من خلال عصب العين من خلال العلاج خلص خسرته ولا لا؟ للأسف. للأسف العصب البصري مثل ما قلنا لا يتجدد، نسيج لا يتجدد، اللي تلف تلف. فنحن بصير هدفنا المحافظة على القسم المتبقي. هذا الهدف من العلاج، وهذا بحد ذاته ما شيء قليل، هذا شيء مهم. لأنه المريض مبصر، لا زال مبصر، عم يتحرك وعم يروح وعم يجي. نحن بدنا نحافظ له على هي الرؤية الوظيفية اللي عنده حتى ما يتحول لا سمح الله لإنسان معاق بصريا. فمهما كانت إصابة العصب البصري مأثر على الرؤية المحيطية، الحفاظ على الرؤية المركزية بنعتبره هدف كتير كبير لازم نحافظ لها المريض عليه لحتى نخليه عم بيشوف وعم نخليه يقوم بوظائفه اليومية. فهي المشكلة إنه بداية المرض تتأثر الرؤية المحيطية، ما بينتبه المريض على حاله، لا يوصل للمركز. ساعتها بينتبه المريض بس للأسف بكون وصل لمرحلة متقدمة. للأسف. طيب دكتور، كمان بعض الحالات مثلا الناس اللي بتنصاب بأمراض عصبية بالوجه بالذات، مثل ما بنعرف اللي بيسموها بالعام اللقوة أو اللي هو إصابة العصب الوجهي أو العصب السابع بيسموه، أحد الأعراض اللي بتيجي بالبداية اللي هي العين، بيحس بالبداية قبل ما يبلش مثل ما بيقولوا وشه يجمد أو شيء، إنه هو ما بيقدر يتحكم بعيونه، ما عم تفتح معه مثل الأول، بيروح فورا لدكتور طبيب عيون بيفحص له ضغط عينه وعصب العين، بيقول له تمام بدك تتجه على طبيب عصبية. هل هدول كمان ممكن يكونوا معرضين لأمراض بالعين بما أنه في عندهم مشكلة عصبية بالوش تعرضوا لها سابقا؟ هلا مثل ما وضحتي حضرتك، اللقوة أو شلل بيل بنسميه، هو بصيب العصب الوجهي السابع. بإصابة العصب الوجهي السابع بتنصاب الأجفان، فالمريض بيفقد قدرته على إغلاق العين. هذا تأثيره على العين إنه على حركة الأجفان، فبصير في عنده ممكن تتعرض قرنية العين للجفاف نتيجة إنه المريض ما عم بيقدر يغمض عينه، فالقرنية ما عم تترطب، ما عم تتغطى بالدمع. فهدول بدهم علاج لشيء آخر، يعطوه كريمات و... بالضبط، كريمات أطراد. أدوية مزلقات للعين، أطراد دمع صناعي لحتى تضل قرنية العين رطبة وما تتعرض للجفاف لبين ما يتحسن. عادة بيتحسن أغلب المرضى خلال فترة بين 6 أسابيع تقريبا ل 12 أسبوع بصير في عندهم تحسن بأعراض اللقوة العصبية غالبا أغلب المرضى، وبترجع ولو بشكل جزئي وظيفة العين. بس خلال الفترة هي لازم ننتبه لقرنية العين. عادة ما بصيب الأعصاب المبصرة، يعني ما بصيب العصب البصري، لأنه العصب البصري هو عصب بنسميه العصب الثاني بمكان آخر، يعني ما بيأثر عليه بشكل مباشر، لكن بيأثر على الأجفان وعلى حركة الأجفان، وهون يعني علاجنا بيتوجه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن عامل الوراثي، قديش بيلعب دور بمرض ضغط العين؟ قديش الشخص مهيأ ليكون هو مصاب بمرض ضغط العين والوقاية اللي من خلال المتابعة الدورية؟ يعني أي حدا بالعيلة ممكن نقول إذا عنده هو أساساً مرض ضغط العين لازم أنا أساساً أتوجه أعمل شيك على عيوني لأتأكد إذا ممكن أنا مصاب أو أكون مهيأ لأني أصاب بهذا المرض. من أهم العوامل وجود قصة عائلية بموضوع ارتفاع ضغط العين. فوجود قصة عائلية بتخلي احتمال الإصابة مرتفع عند خاصة الأقارب الدرجة الأولى. يعني بدنا نقول ما في نسبة معينة أو رقم معينة، لكن خلنا نقول أكثر من 50 لـ70% ممكن يكون في توارد للإصابة عند الأخوة أو الأبناء.
يعني إذا الأب أو الأم عندهم هذا المرض فالأبناء ممكن ينصابوا، إذا أحد الإخوة مصاب فبقية الإخوة كلهم لازم يفحصوا. فهو مرض عائلي أو مرض وراثي، لازم ننتبه لهذا الموضوع. مشان هيك إن ببداية حديثنا أنه إذا في أي قصة عائلية لمرض الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين، كل أفراد الأسرة لازم يفحصوا عيونهم ويراقبوا ضغط العين. طب المدة الدورية لفحص العين قديش لازم؟ هلأ بشكل عام أي مريض لازم كل سنة يفحص إذا ما عنده أي مشاكل. إذا ما عنده أي مشاكل لازم يفحص كل سنة، خاصة بعد عمر الأربعين، لأنه بعد عمر الأربعين عادة أمراض العين هي بتبلش تظهر، ارتفاع ضغط العين، المي البيضاء، البريسبايوبيا أو مد البصر الشيخي، يعني موضوع القراءة عن قرب هالقصص هي، موضوع جفاف العين، كل هاي الأشياء بعد عمر الأربعين تتفاقم أكثر. فبعد عمر الأربعين لازم كل سنة نعمل فحص. المرضى اللي عندهم عوامل مؤهبة، مرضى السكري، مرضى الضغط، المرضى اللي عاملين عمليات عينية سابقا، هدلون لا، ممكن كل 6 شهور نعمل لهم فحص، يعني حسب الحالة تبعهم. مثلا الشخص اللي بيلبس نظارة يفضل كل 6 شهور أو كل سنة نعمل له فحص، لأن ممكن الأرقام تتغير، ممكن النظارة ما تعود مريحة بالنسبة له، ممكن بين القريب والبعيد صار في عنده اختلاف بالرؤية. فيعني تقريبا خلنا نقول إذا مريض ما عنده شيء لازم كل سنة يفحص، إذا عنده أي مشكلة كل 6 شهور خلنا نفحصه مرة. يعني دكتور معلومات جدا مهمة، بنتمنى الكل يكون استفاد منها يلي تابعنا. بنتشكر وجودك معنا دكتور باسل وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لوقتكم، شكرا لمستمعينا الكرام، وإن شاء الله الكل بكون بخير وصحة دائمة. شكرا لك دكتور. شكرا.